مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى نشرتنا من تلفزيون رشاد. وقبل التفاصيل إليكم عناوينها: سويسرا تسجن مسؤولا من الشركة الكندية لافالان المتورطة مع سوناتراك في قضايا فساد وتعيد بالإطاحة برؤوس كبيرة. المرصد الجزائري لحقوق الإنسان يدين قمع البوليس لوقفة عائلات المخطوفين بالعاصمة يوم أمس. وفي نشرتنا أيضا: النظام يدفع بتعزيزاته البوليسية إلى الجنوب تحسبا للمسيرة المليونية بورقلة الخميس المقبل. مسيرة حاشدة وإضراب ببني دوالة بتيزي وزو للمطالبة بالإفراج عن مختطف. وأخيرا، تقارير تتحدث عن انكماش لإنتاج البترول والغاز في الجزائر. إلى التفاصيل. أوقفت الشرطة السويسرية مسؤولا كنديا سابقا بشركة أسانسي لافالان ووضعته رهن الحبس بتهم متصلة بقضايا فساد دولية مرتبطة بالفضائح التي هزت شركة سوناتراك مع هذه الشركة الكندية. وذكرت مصادر سويسرية أن التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في هذا البلد سوف تطيح برؤوس كبيرة على علاقة بصفقات الفساد التي طالت القطاع النفطي في عدد من دول شمال إفريقيا وأبرزها الجزائر، التي لم يصدر الجهاز القضائي فيها لحد اليوم أي إجراء تحفظي ضد الأشخاص المتورطين في الرشاوى الضخمة، ومنهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وفريد بجاوي ابن شقيق محمد بجاوي وزير الخارجية ورئيس المجلس الدستوري الأسبق. شجب المرصد الجزائري لحقوق الإنسان في بيان أصدره يوم أمس القمع الذي مارسه عناصر البوليس في حق عائلات المخطوفين والنشطاء الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية عائلات المخطوفين أمام البريد المركزي بالعاصمة يوم أمس. كما ندد المرصد باستمرار النظام الحاكم في التضييق على فعاليات المجتمع المدني، داعيا في هذا الصدد إلى وقف آلة الترهيب التي يستعملها النظام لكسر الحراك السلمية الذي تقوده شرائح عديدة داخل المجتمع. كما ذكر المرصد حكام الجزائر بمضامين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتي تحمي الحريات الفردية والجماعية وتضمن حرية التعبير. كما ندد المرصد الحقوقي بما وصفه بالصمت المريب الذي تتبناه الطبقة السياسية اتجاه الانتهاكات اليومية التي يرتكبها النظام في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والعاطلين عن العمل. عزز النظام من تواجد قوات بوليسه القمعية في كل ولايات الجنوب تحسبا للتعامل مع المسيرة الحاشدة التي دعا إلى تنظيمها يوم الخميس المقبل بولاية ورقلة نشطاء وفعاليات من المجتمع المدني للمطالبة بإسقاط حكومة عبد الملك سلال الذي سارع إلى إعطاء أوامر لولاته في هذه الولايات لربط اتصالات مع هذه الفعاليات وفتح أبواب الحوار مع ممثلي العاطلين لإيجاد حلول لمشكلة التشغيل في الجنوب. خرج أول أمس سكان قرى ومداشر دائرة بني دوالة بتيزي وزو في مسيرة حاشدة تضامنا مع عائلة الشاب علي لاسوك الذي اختطف على أيدي مجهولين منذ 22 من فبراير الماضي، وللمطالبة كذلك بإطلاق سراحه. كما ندد المحتجون بإفراج وكيل الجمهورية على أحد الأشخاص المشتبه في تورطهم في عملية الاختطاف هذه، وطالبوا من الجهات القضائية إعادة التحقيق مع المعني. هذا وشهد مدينة بني دوالة إضرابا عاما نفذه تجارها تضامنا مع عائلة المختطف. كشف تقرير لمنظمة أوبيك أن إنتاج الجزائر من النفط خلال الفترة الأخيرة قد عرف تراجعا متواصلا قدرته هذه المنظمة ب50,000 برميل يوميا. وتأتي هذه التقارير تزامنا مع المؤشرات التي تحدثت عن انكماش يطال كذلك إنتاج الجزائر من مادة الغاز الذي تراجع مستواه من 63 إلى حدود 55 مليار متر مكعب سنويا.
وقبل أن نفترق نذكر بمرور 243 يوما على اختطاف المدون الشاب صابر سعيدي من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات الجزائرية، ثم حبسه بسجن الحراش وبقائه فيه من دون محاكمة إلى يومنا هذا، وذلك رغم مطالبة فريق العمل التابع للأمم المتحدة المختص في رصد قضايا الاعتقال التعسفي مطالبته من النظام الجزائري بإطلاق سراحه الفوري. كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا على العنوانين التاليين: الإيميل info@rachat.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركاتكم الفعالة ودعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع وبالتعتيم، لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.